الخير عليكم يا ناس يا طيبين. طبعا أنا مو من النوع اللي أحب أرد على الإشاعات اللي تطلع، لكن حسيت هذه الإشاعات أخذت أكثر من حجمها، ما لها أي صحة. النجم العراقي سيف نبيل وسحب وحدة لبنانية، صار في مشكل غيري بيناتهم، غيران عليه، سمعته كلمتين قرطة قتلي دمرها. طبعا صار في مخافر، صار في تحقيق، وهلا صار في بيناتهم محاكاة. أنا بدولة الثانية الإمارات، بدأ أحضر لي أعمال كثيرة جديدة.